مرحبا بكم في المركز الثقافي التابع لمجموعه مدارس العرائشي، واللي احنا حاليا تنقوم بايام ابواب مفتوحه يوم 30 و 31، من اجل تقريب اولا مفهوم بيداغوجي جديد اللي احنا بصدده، وهو مفهوم بيداغوجي محدث واللي غادي يقربنا اكثر من التصور ديالنا والفلسفه ديالنا فيما يتعلق بتكوين الناشئه. هذا المركز الثقافي هو عباره عن مجموعه ديال الورشات ديال المعامل. كاين ورشه ديال القراءه سيركل دو ليكتور، كاين ورشه ديال الفنون التشكيليه والرسم، كاين كذلك ورشه ديال المسرح. هذه مجموعه ديال الورشات اللي تنشتغلوا فيها طيله السنه. ثم كاين ثلاثه ديال المتاحف. المتحف الاول وهو يخص الصخور والمعادن والحفريات، متحف كذلك للاختراعات والابتكارات، ومتحف للموروث الثقافي المغربي بجميع الروافد ديالو. داخل هذا الفضاء كذلك كاين مجموعه ديال اللوحات اللي ستقرب المتعلمين والزوار بصفة عامة من تاريخ البلاد، ومن خلال الزيارة اللي غادي نقوموا بها غادي نتعرفوا أكثر على هاد مجموعة من الفضاءات. وأولا هاد شهادة إيزو كانت حرزت عليها المؤسسة، وكانت هي أول مؤسسة في المغرب اللي حرزت على شهادة إيزو 9001، لأنه كنا حرزنا عليها في 2003. وهي مكنتنا اولا باش ندخلوا في واحد النظام ما يسمى بنظام الجوده. نظام الجوده وهو مجموعه من الوسائل اللي تتمكننا اننا داكشي اللي تنقولوه تنكتبوه، وداكشي اللي تنكتبوه تنقولوه. اذا من ناحيه ديال المصداقيه هي بالنسبه لنا وسيله اللي تجعلنا اننا تنتفاعلوا في اطار شفافيه، وفي اطار كذلك ما يسمى ب لاميليوراسيون كونتينيو، يعني التحسين المستمر. هذه هي الجوده. الجوده وهو مفهوم الجوده ماشي هي شي حاجه مزيانه وبس، ولكن الجوده وهي عندها مفهوم ديالها ودلاله ديالها، وهو اننا تيكون المنتوج تيكون مطابق من سنه لاخرى ومن تلميذ لاخر. فشهاده الجوده هي تكليف بالطبع، ولا سيما شهادات الجوده ديال المهدي المنجره رحمه الله اللي حصلنا عليها في 2004، وكانت مؤسسه العريشي هي اول مؤسسه كذلك في المغرب اللي حصلت على شهاده الجوده ديال المهدي المنجره للتربيه والتكوين. هذه الشهاده اللي بالاضافه لهذا الشيء اللي قلت هو انه تنخدموا في واحد الاطار معين ديال منظومه الجوده، دونك كاين ان سيستم كاليتي اللي تشتغلوا به. ثم كاين اخلاقيات اللي جعلتنا اننا تنتحملوا المسؤوليه. فشهاده الجوده ديال المهدي المنجره رحمه الله اللي كان سلمها لنا بيدو في 2004، كان لنا الشرف اننا نسلموها من يد المرحوم، ولات بالنسبه لنا تكليف لانه كاين مجموعه ديال القيم، وهذا كان وعد اللي خديته عن النفس ديالي من يوم اللقاء مع المرحوم رحمه الله. فكان لقاء يعني مثمر، ولقاء اللي جعلني انني تنلتزم معه اخلاقيا باش نسلكو مسلك معين، وباش نحتفظوا على مجموعه ديال القيم، لانه القيم هي الاساس ديال كل امه. الفضاء اللي شفتوه ديال الصور ديال ملوك الدوله العلويه هو هذا رمز قوي، وهذه الرموز هي الكيان ديالنا. فرمز الملكيه ورمز الوطنيه ورمز كذلك الحفاظ على الهويه المغربيه ديالنا، خصنا الوليدات ديالنا والناشئه ديالنا تعرف بانه كاين ثوابت وكاين مجموعه ديال الرموز اللي هي مقدسه، وخصنا نحافظوا على القدسيه ديالنا. في فضاء اننا غادي ننشئوا اربعه ديال البيوت، بيت ديال طنجه وتطوان بالطقوس ديالو، بيت ديال امازيغي بالطقوس ديالو،
بيت ديال المكناس فاس والرباط الى غير ذلك، ثم خيمه صحراويه، وهذه كذلك من الرموز اللي بغينا الوليدات ديالنا يعرفوا انه اولا النمط المعيشي في المغرب والتنوع تنوع البيوت على حسب البيئه. وكذلك من خلال هذه البيوت غادي نحاولوا باش نحافظوا على التراث المغربي فيما يخص الحكايات وفيما يخص كذلك الامثله وفيما يخص النمط المعيشي ديال كل منطقه منطقه، وغادي نقربوا النشئه ديالنا بالطبع من هذا النمط ديال هذا التراكم الثقافي اللي عندنا في البلاد. حضور بالامس، الامس كان من اجود العازفين هنا في مدينه مكناس، من بينها تبارك الله، وكانوا حاضرين في البيت المكناسي الموسيقى الاندلسيه. شنو هو العلاقه بين البيت المكناسي والموسيقى الاندلسيه في المؤسسه ديالكم؟ من الاهداف ديال المؤسسه الحفاظ اولا تربيه النشئه بالطبع، والحفاظ على الموروث الثقافي، الموروث الثقافي المادي ولا مادي، المادي وهو المتحف وغير ذلك الى اخره، ولا مادي مجموعه الاشياء وهي الموسيقى، الموسيقى الاندلسيه. في نهايه السنه قمنا بواحد الحفل، لان كان حفل جيد في قصر العراقي ربما رشاهته، واللي كان عنده صدى طيب على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني، واللي من خلاله حاولنا باش نحافظوا على هذا الموروث الثقافي لانه عنده اهميه كبرى بالنسبه لتكوين الناشئه ولا سيما تربيتهم على المواطنه. فالامس كنا سجلنا مجموعه ديال الالين، تنعيطوا لهم الالين الموسيقيين، في مدينه مكناس، اللي سجلنا مجموعه ديال البرنامج ديال السنه الدراسيه 2022 2023، اللي من خلاله غادي يكونوا التلاميذ ديالنا سيحفظوا كذلك البرنامج ديالهم الثانوي. وكما كنت قلت لكم غادي نحدثوا ان شاء الله تعالى واحد نادي خاص بالكبار، باش يكونوا خلقوا ربما نادي المولوعين بالآلة الأندلسية، واللي في هذا النادي غادي يمكن يبداو يتلقاو دروس في الآلة الأندلسية، ويتم الحفظ ديالها مع الأبناء ديالهم، مع الأبناء ديالهم. وهذا هو تنظن الطريقة الناجعة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي. فإذا كانوا الكبار يتلاقاو مع الوليدات ديالهم في نفس المائدة على نمط من ديال الموسيقى او كذا، هذا غادي يكون وسيله من الوسائل ديال الحفاظ على هذا الموروث هذا ان شاء الله تعالى. نقدروا نقولوا بانه استاذ مصطفى العرايشي قدر انه يشارك حتى اولياء الامور مع التلاميذ الوليدات نتاعو. هذا هو الجميل في الامر، هو انه تيكون هذه الاجيال بجوج متلاقين على 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 نمط واحد، فهذا هو الثقافه، هو تمرير مجموعه من هي تمرير الحضاره من الكبار الى الصغار بالطبع. فهنا غادي تكون شيء جميل، ويتلاقى فيها الاب مع الابن ديالو ربما مع الحفيد ديالو، فهذا شيء جميل اللي غادي يمكن توفر لنا الموسيقى الاندلسيه، وبالطبع غادي يكون تمرير كذلك ديال الموروث الثقافي اللي خصنا نحافظوا عليه جميل. بالنسبه لي الطفل، وانا تنشاط الراي ديال مجموعه ديال الباحثين والكتاب اللي كانوا تيهضروا على الطفل كانه نبات. ومونتيسوري كانت من الناس، مونتيسوري هي طبيبه اللي كانت في نهايه القرن 19 في ايطاليا، واللي كانت اول وحده اللي طرقت لهذا المفهوم البيداغوجي، وهو مفهوم مونتيسوري، واللي تقول بانه الطفل هو عباره عن 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 ورده خصنا ولا بدنا نسقيوها باش 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 تنور وباش تكبر. فمونتيسوري مجمل الاشياء عند هو هي فلسفه اللي تعتمدها هذه السيده، واللي احنا كذلك اعتمدناها في المؤسسه، لانه اول حاجه هذا المفهوم شنو فيه؟ الاعتماد على النفس، استقلالية أولا،
الطفل بدا يتعامل مع المواد ويتعامل بالحواس الخمس. حواس الخمس علاش؟ لان جميع المفاهيم ستورد للدماغ ديالنا من خلال الحواس. وهذا المفهوم البيداغوجي سيعتمد اساسا على الحواس الخمس، ولا سيما حاسه اللمس. حاسه اللمس، اذا الادوات ديال البيداغوجيه ديال مونتيسوري كلها مجموعه عندنا. انتم شفتوها الادوات ديال، وكانت بالخشب وبالوان زاهيه لتقريب المفهوم من الطفل. كذلك تتعلم الطفل انه تكون عنده استقلاليه وتكون عنده التحكم. لا ميتريز، شنو هي لا ميتريز؟ لا ميتريز هو انه متى يمر من نشاط النشاط حتى سيكون اكتمل واكتسب جميع المهارات والكفايات المرتقبه من هذاك النشاط. هذه من جهه. ثم من جهه اخرى هو الخطا. الخطا بالنسبه للطفل تيتعلم وتيتعلم من الخطا ديالو، تيولي الخطا هو وسيله تعليميه. اذا واخا خطا ماشي مشكل، تيعاود وتيراجع راسو براسو. هذه استقلاليه. اذا هو تيخصو يلقى الخطا. وفوقاش العمليه التعليميه التعلميه تتم في هذاك الوقت اللي تيكون تصحيح ديال الخطا. والجميل في الامر هو انه ما كاينش نقاط، ما كاينش نقطه واش الا نجحتي غتخرج نقطه، لا، كاين العمل من اجل العمل، دونك كاين المتعه في العمل. فهذا هو الجميل في هذه المقاربه البيداغوجيه. بالطبع لان هذا خصو واحد موضوع طويل عريض اللي خصو واحد الوقت طويل باش يمكننا نطرقوا له، ولكن نحاولوا ما امكن باش حاولنا ما امكن باش نقربوه من المستمعين الكرام. الاستاذ مصطفى كذلك كنعرفوا بانه المركز الثقافي اللي كيتواجد هنايا بمجموعه مدارس العرايشي هو واحد المركز اللي ربما جديد، او ماشي ربما بل بالتاكيد هو جديد في المؤسسات الخاصه المغربيه، واذا ما قلتش عالميه. فهاد التجربه هذه او هاد التطوير هذا المركز هذا كيفاش بدات وكيفاش جات عندك كمؤسس لمدارس العرايشي؟ واش غادي نقول لك، هو التعليم بالطبع هو مهنه كجميع المهن وحرفه كجميع الحرف، مهنه شريفه، الا انه في واحد الوقت ديال بعد واحد الفتره معينه ديال العمل في واحد الميدان معين، ربما تنهضر على تجربتي الخاصه، ولا عندي شغف، ما بقاتش مهنه ولا شغف، اون باسيون. دونك هذا الشغف جعلني انني تنقب على كل ما هو جديد وكل ما هو جميل وكل ما هو من شأنه انه يرفع من المردوديه ديال العمليه التعليميه ديال الوليدات ديالنا، ويفتحهم على 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 العالم الخارجي، ويجعلهم بانهم تيشاركوا تيشاركوا كذلك بناء الوطن، بناء الوطن ديالهم. نقدروا نقولوا بانه استاذ مصطفى العرايشي اهتمامه اكثر غادي يكون تربوي، او هو تربوي اكثر ما هو مادي؟ لا 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 لا، تربوي محض، تربوي محض. الماده كاينه ماشي ما كايناش، ولكن الماده تجي من بعد، الماده تجي من بعد. الاساس هو تكوين النشئه، الاساس هو تكون عندنا ذاك الروح ديال الروح الوطنيه وديال الحب ديال الطفل. هذه مساله اللي تتكون يعني واضحه وضوح النهار بالنسبه للناس اللي بغاو يسمعوا صوت الامور، لانه كاين اشياء اللي ما اللي فوق الماديات، الماده تمشي وتجي، ولكن اللي تيبقى هو العمل الصالح. استاذ نرجعوا للمتحف ولي روبو اللي في الحقيقه كيغريو بالمشاهده، بينك تهضر لنا على لي روبو اللي كاينين في المتحف ديالكم. رواق. نعم، الرواق ديال دابا دزنا من المتحف نعاودوا نرجعوا. هو بالفعل تيبان شويه بحال متباعد. نعم. لا، هو المتحف عندنا بالنسبه لنا حنا المتحف كوسيله تعليميه تثقيفيه تكوينيه تعليميه، لان من خلال الادوات اللي موجوده في المتحف يمكننا نديروا اللغه، ويمكننا نهضروا على الفعل الفاعل، ونهضروا على الماضي والحاضر الى غير ذلك، ونكتبوا ونقراوا بزاف ديال الاشياء، العمليات اللي تتم في المدرسه. حنا بغينا نخرجوا المفهوم ديال او الفعل التربوي من جدران المؤسسه، من جدران قاعات الدرس الى فضاءات اخرى، وهي هذا المركز الثقافي ولا سيما المتحف. فالمتحف بالنسبه لنا اولا باش الاطفال تيتعرفوا على الحضاره ديالهم، تيتعرفوا على الثقافه ديالهم، تيتعرفوا على الهويه ديالهم، لان ما يمكنش الطفل تكون عنده هويه وهو ما تيعرفش ذاته. خصو تعرف على الذات، وتعرف على الذات بالطبع
تيتأتى التعرف على الحضارة وعلى على الموروث الثقافي. دونك من خلال هاد التحف اللي موجودة حاليا في المتاحف الثلاثة، لأن كاين ثلاثة المتاحف، كاين المتحف ديال الصخور وديال الصخور وديال الحفريات وديال المعادن، كاين متحف كذلك ديال الاختراعات، كاين متحف ديال الموروث الثقافي، وكاين فضاء للفنون التشكيليه. فهذه الفضاءات كلها اللي من اجل تكوين الطفل وتكوين الذوق لدى المتعلمين. ثم كذلك كاين كذلك ثقافه متحفيه، دونك ليدوكاسيون موزيال. الثقافه المتحفيه هو انه خصو الوليدات ديالنا يتعودوا على زياره المتاحف والاهتمام بالمتاحف والاهتمام بالموروث الثقافي. بالنسبه للروبوتيك، الروبوتيك بالفعل روبوتيات هو مفهوم مستجد، وحاولنا نربطه، هذا هو الجديد في الامر، ما بين ما هو ثقافي، ما بين الموروث الثقافي، اذا الهويه ديال الطفل، العروق ديالو، وما بين نظر المستقبل وكيفاش التصور ديالنا وشنو هي المخرجات اللي غادي تخصها تعطي المؤسسة في غضون القرن 21. فبالطبع جات الفكرة ديال الروبوتيك. إذا خدينا سمينا هذا المفهوم الجديد، هو مفهوم محدث، مفهوم جديد، ما ربما الناس ما غادي إلا شاطرونا الرأي الله يجزيهم بخير، ما كانش حنا نفسروه، هو أنه هذا مفهوم جديد بالطبع موازاة مع القراءة والدراسة ومع البرامج المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية. تنشتغلوا كذلك على هذا المفهوم اللي هو مستجد، اللي من خلاله تنحاولوا باش نحافظوا على الهوية المغربية وعلى التراث المغربي، وباش يتعرفوا على الحضارة ديالهم ويحترفوا الحضارة ديالهم والرموز ديال البلاد ديالهم، وفي آن واحد تيطلعوا للمستقبل. فهنا كاين مجموعة ديال الكفايات اللي تتأتيها لنا لروبوتيك، وهي التواصل، وهي العمل داخل المجموعة، وهو الإبداع. فهنا لروبوتيك جات باش غادا تكمل وتنكونوا تربطوا ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. استاذ عراشي، كلمة ختامية. كلمة ختامية هو أنني أولا تنشكركم على أنكم فتحتوا لي المجال باش نقرب المشاهدين بهذا المتاحف والمركز الثقافي التابع لمجموعة مدارس العرائشي، ولا سيما بهذا المفهوم الجديد اللي هو اللي سميناه دراسين ديزال، دراسين ديزال، يعني الأصول والمتطلعات ديال المستقبل. نتمنى من الله أنه يلقى صدى طيب لدى الجميع، وتنبقاو بالطبع راه الإشارة الزوار اللي حنا حاليا بصدد الابواب مفتوحه باش يزوروا المعارض ونقربوهم اكثر من هاد اولا من الفضاءات اللي متواجده في المركز الثقافي التابع لمجموعه العرائشي، ونقربوهم كذلك من هذا المفهوم الجديد اللي هو دي راسين اي ديزال.